شخصيا ماذا بيهم يكون شكرا، لانه تعرفوا انتم خروجوا كيفاش من النادي الصفاقسي حتى ريد داي يكونوا ماهوش خالص ماهوش صحيح. نقص علينا فرحه الحصول على لقب افريقي، كان يجي منتظر احتراما الجماهير واحتراما الهيئه مهما كان. ما نعرفوش هل هو عنده عروض وقداش طالب اتسيتيرا، هذا الكل ما نعرفوش. بقى اذا نحسوا كونوا الاغلب الهيئه ولا في المسؤولين نراو كرال هو مصلحه النادي راهو مسيرش، ما عندناش اغلاط شخصيه مع ممرن. كل انسان يجمع ينفع النادي الرياضي الصفاقسي مش يكون هو على راس الفريق على الاطار الفني في المرحله القادمه اللي ان شاء الله تكون في اقرب وقت. بقى ما لزمناش نعملوا الاخطاء اللي تقعنا فيها الفرق بالاستعجال للبحث عن كبش فدايه وجبنا ممرن وكوا، راهو عندنا مسؤوليه يلزمنا نقول لك انا ونعاودها و1000 مره كونوا النادي الصفاقسي مراهن جدي على لقب بطوله تونس